الان خسر اخر مباراه جوله قد تحمل المفاجات في تكون اول ظهور للدول الجزائري يوسف لماري تراوري في المحور 23 وارمات اوماري ستاتيريي وقلبوشون بينهما جايتن قائد فريق براست ميشيل دير ساكاريا خمسة شاردوني رباعي وسط الملعب تسعة فرانكو لفريق براست وجون أميل يعطي البدايات انطلاقا من جانب فريق ران نايف أجرد خطا في كرة عرض الكرة الثانية مسألة الخطورة والتصويب في الثانية مسألة بلايلي لبلايلي يوسف يضرب كرة ترجع من جدار تول كرة بالراس يمشي للضغط وموجود الحارس توك التماس لفريق براست بلايلي على المساحات نايف أجرد في كرة قصيرة لمارتان تيوري استلام في وسط الملعب يحط كرة ماركو بيسوت الكرواتي من جون كيفن ديفيرن عدى وتدخل حاضر لوفرو ماير في حوار مع يوسف البلايلي في أوماري بينية طلب كرة ممتازة مارتا تيري شوف الكرة بينية بين مدافعين في تحقيق الفوز نتابع هذه الكرة خطيرة براست وضع نسبة امتلاك الكرة كنيته لكن منذ قدوم جينيزيو شاهدنا ران بي ونرويجي بيرجر ميلينج على اليسار كرة أخرى والأظهرة في ميلينج على اليسار تسلق كرة الآن ميلينج موى تيري تبقى النتيجة متعادلة هذه الإعادة وضع يرفع الراية يدخل معاه كريستوفيران مارتا تيري ماذا مش خطا مارتا وهدف كذلك فريق براي طويله كوره يمشي للضغط لودوارون يدخل معاه الشاردوني ماذا مش خطا حيث التغطيه وارمات اوماري موليي ولودوارون وسط كوره على مستوى حراسه المرمى انتداب كوره ثابته لبراست مرفوعه كوره عدات امام هو الثامن مع فريق ران كولابورد في تجاوز في هذه الكره لايغو مانيتي خطيره كره توسيع والهدف الاول جول هو بداها وهو انهى جايتن انتقل لنيس وجايتن لابورد تحول لوفرو او بوريشو وتدخل مع هزيمتين على مستوى التسجيل لودوارون يحاول يعدي لودوارون الواحد اثنين عدات تيري ماير بوريشو في خيارات جينيزيو اربعة تمريرات عاصمة نفس الدور يقوم به على الجهة اليسرى منذ دقيقة 20 لودوارون تمشي كرة بلايلي يوسف البلايلي على انطلاقة من شاردوني مونيي علي مارتا كل الكرات في وسط الميدان دوفيرن مع البلايلي كرة ماذا مش قطع ماير لوفرو طول كرة إيرال لأونورا بوريشو جايت لابورد مع إيرال 18 19 بوريشو نايف أجرد بالراس مونيي مع أماري تراوري يرف البلايلي على اليمين هذه المرة يوسف البلايلي تولوا من جديد أونورا مع نايف أجرد والتدخل من أطراف بوريشو التوسيع بوريشو وأرضية سانتا ماريا لابورد والثاني بيصل لياخو كورة ياخو كورة ماذا مش تصل البوريشو بوريشو ما أكيد يريد أن يأخذ الفترة الثانية بأكثر رحية لابورد ثلاثة كورات وثلاثة فرص لإضافة ثاني الأهداف بعد أخذ ورد حول الوجهة ألقى 1-0 لا تؤمن ثلاثة نقاط أنت ماريا مارتا يصوب والقام يرفض تمشي كرة بوريشو تيري شابت المباراة الثانية اللي أعطاه أكثر توسع في كرة شادو ديل كاستيو ممكن كارد تمشي كرة لدوفيرن البلايلي لا يقل عن ثلاثة أربعة كرات واضحة ذكر إذن مشاركة كرام بالتشكيلتين مع بداية الشوط الثاني ديل كاستيو هجوم المباراة الأول عند الحديث هذه كرة مع المنتخب الجزائري في المساق الشوط الثاني كرة من شاردوني
عود لاعب الاطراف والاظهره من جانب براستي للشوط جاردوني لبيير غابرييل وظهرت في الشوط المباراة الاول جيريمي لودوارو وارمات اوماري لمسه واحده يمشي اماري تراوري لوفرو ماير لسانتا ماري فاكرد لودوارون هزوا لل يعني الاولى لفريق ريال في هذا الشوط الثاني. يرجع لاجواء الدوري الفرنسي كوره نورا ترجع كوره مرتده خاطئه من فاكرد والتامين 55 دقيقه من المباراه دائما 1-0 لريال مع ميلينجا وضربه المخالفه في عديد المباريات. نتذكر بليلي ليس في كامل جاهزيته على العطاش ايفان كاردونا مكان لبليلي.